رمضان يتحول ليل طرابلس إلى نهار يشع زينة وأضواء، أسواق شعبية، أناشيد صوفية وفعاليات كثيرة تجعل من المدينة الشمالية عاصمة رمضانية بامتياز. ولجولتنا نكهة خاصة يضيفها وجود زميلتي زينب من العراق التي سترافقنا للتعرف على سحر هذه المدينة في هذا الشهر الفضيل. وللجولة تتمة، فطرابلس مشهورة بحلوياتها، وزينب كما أعرفها ذواقة لكل لذيذ وشهي. تفضلي. هذا شنو هذا؟ هذا كربوجي فستق. مشهورين فيه أهل طرابلس فقط بس. وهذا تصوروا على طول السنة؟ لا بس بشهر رمضان. فعلا كربوجي. يرينا الأجواء جميلة جدا هنا لأنها مرتبطة بطابع إنساني مرتبط بالشهر الفضيل، وهذا ما لامسني حقا. أهلا وسهلا فيك زينب.